أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير ورحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي الأمن والمواطن. حلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء على أخوانكم وأبنائكم رجال الأمن. راح نأخذ عدة تقارير من أخواننا في الدفاع المدني والمتطوعين، وراح كذلك نأخذ في مراكز الإجلاء. تابعونا. ضمن مساعي الحكومة الكويتية في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، تسعى وزارة الداخلية لفرض كامل السيطرة على الأوضاع الأمنية في ظل الأزمة العالمية المصاحبة لانتشار هذا الوباء. وتعد وزارة الداخلية أحد أبرز عناصر الصفوف الأمامية إلى جانب وزارة الصحة، فقد قامت وزارة الداخلية بتجهيز مقرات لإيواء مخالفي الإقامة الراغبين بالعودة لأوطانهم ضمن الخطة الحكومية التي تهدف إلى السيطرة على انتشار الأمراض. فقد قامت الوزارة بتجهيز ما يقرب من 40 مقرا لإيواء مخالفي الإقامة تجهيزا لترحيلهم لبلادهم. وتدير وزارة الداخلية هذه المراكز إدارة كاملة، وتوفر احتياجات النزلاء كاملة من مأكل ومشرب ومكان لائق للإقامة لحين الانتهاء من إجراءات سفرهم إلى بلادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تم إنشاء قوة الإجلاء والإيواء تنفيذا لقرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 288 لسنة 2020 بشأن مخالفي قانون الإقامة، حيث تم منحهم عدة مميزات تتمثل في توفير سبل للحياة الكريمة لحين مغادرتهم للبلاد، وإعداد مقرات إيواء متكاملة من جميع الخدمات سواء الخدمات الطبية أو الخدمات الغذائية، وتوفير جميع وسائل الراحة لهم، بالإضافة إلى تمكينهم من السفر على نفقة الدولة. وفي بداية عملية الإجلاء كان هناك عدد مركزان فقط للإجلاء، واحد للرجال والآخر للنساء، بالإضافة إلى 12 مقر إيواء. ونظرا للإقبال الكبير لعدد مخالفين الإقامة والذي تجاوز 27,000 مخالف من مختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد المراكز 4 مراكز للإجلاء إضافة إلى 42 مركز إيواء، منها 39 مدرسة بالإضافة إلى 3 مواقع خارجية. ويوجد هناك تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة مع وزارة الداخلية متمثلة في قيادة الإجلاء والإيواء في تسهيل سبل مغادرة هؤلاء المخالفين. ومن هذه الجهات الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة النقل الجوي، حيث نقوم بعمل الترتيبات اللازمة معهم والتنسيق المطلوب في إعداد الجداول اللازمة لتحديد مواقيت الرحلات لكل جالية على حدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات تلك الدول
في دولة الكويت. ومن الجدير بالذكر أن مراكز الإيواء تحوي جميعها على عيادة طبية لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة لجميع النزلاء مخالفين قانون الإقامة، إضافة إلى نقل الحالات التي تستدعي النقل إلى المراكز الصحية أو المستشفيات على وجه السرعة، بالإضافة إلى توفير جميع مستلزمات سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والمساهمة بشكل مباشر في العمل في مراكز الإيواء والأجلاء، ومنها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، إضافة إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات، حيث قاموا بتقديم الدعم اللازم لنا وتوفير موظفين منتدبين من تلك الجهات للعمل في قيادة قوة الإجلاء والإيواء، حيث قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بإعداد برنامج متكامل يحوي البيانات التفصيلية لجميع الأشخاص المتواجدين داخل مراكز الإيواء، إضافة إلى نسخ من وثائق سفرهم الخاصة وثبوتياتهم، وإعداد قاعدة بيانات كاملة للرجوع لها وقت الطلب من قبل قيادة الإجلاء والإيواء. أما بالنسبة للإدارة العامة لشؤون الإقامة فقد تم توفير قاعدة بيانات لكفلاء هؤلاء المخالفين ومعرفة سجلهم التاريخي ومعرفة تاريخ قدومهم للبلاد، إضافة إلى نوع المخالفة القانونية لهؤلاء المخالفين. وفيما يخص جناسي الجاليات المخالفة لقانون الإقامة والمتواجدين في مراكز الإيواء، فإن هناك أكثر من 50 جنسية مختلفة لهؤلاء العمالة سواء عرب أو أجانب. وتقسم مراكز الإيواء التابعة لوزارة الداخلية إلى قسمين: قسم للرجال من مخالفين قانون الإقامة الذكور، وقسم للنساء مخالفين قانون الإقامة من الإناث، والتي يقوم عليها زميلاتنا من الشرطة النسائية. وتفاوتت أعداد مخالفين قانون الإقامة بين الجنسيات، حيث بلغت بعض الجاليات أكثر من 7000 شخص مخالف لقانون الإقامة. وفيما يخص عمليات إجلاء العمالة المخالفة فقد تم إجلاء ما يزيد عن 22,000 مخالف حتى الآن، ويتبقى في مراكز الإيواء ما يقارب 4,000 شخص. وبناء عليه فقد تم تقليص عدد مراكز الإيواء من 34 موقع إيواء إلى 14 موقع إيواء حاليا. بالنسبة للأعداد المساهمة في عملية الإجلاء والإيواء من عناصر قوة وزارة الداخلية فقد بلغت هذه القوة ما يزيد عن 1200 عنصر بين ضابط وضابط صف وطالب من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. طبعاً قامت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بدور فعال بالنسبة لقوة الإجلاء والإيواء. تم طبعاً استقبال المخالفين على حسب القرار اللي تم إصداره من معالي وزير الداخلية اللي هو 288 بالنسبة لاستقبال المخالفين. طبعاً تم استقبال المخالفين بالنسبة للفترة من 1/4 إلى 30/4، استقبال طبعاً المخالفين والتأكد بخصوص بياناتهم. كذلك تم امتداد عمل الإدارة العامة بعد انتهاء الفترة من 1/4 إلى 30/4 إلى القوة، إلى مقر القوة التنسيقية لقوة الإجلاء، طبعاً لمساندتهم بالنسبة لاستكمال بيانات الجاليات التي تم انتهاء طبعاً انتهت جوازات سفرهم أو الوثائق السفر الاضطرارية، لتعديل بياناتهم، لإعداد طبعاً الكشوف اللي تم تحديدها لإجلاهم إلى بلدانهم. طبعاً انتقال أعمال إدارة عامة لشؤون الإقامة إلى قوة إلى قيادة قوة الإجلاء والإيواء، بالنسبة طبعاً مساندتهم بالإعداد الكشوفات اللي سيتم ترحيلهم بالنسبة للجوازات المنتهية أو وثائق سفر الاضطرارية، يتم تعديل بياناتهم، استعدادهم طبعاً إلى ترحيلهم إلى بلادهم. وطبعا عمل الإدارة العامة لشؤون الإقامة ممتد ومساند إلى قوة الإجلاء لحين انتهاء طبعا من
آخر مخالف متواجد في البلد. طبعا بالنسبة لعمل الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالنسبة لإعداد الكشوفات يتم التدقيق على البيانات المخالفين اللي تم انتهاء منهم طبعا بفترة الاستقبال أن لا توجد عندهم أي أوامر أو قضايا أو أنها تحد من سفرهم إلى البلاد وتقديمها طبعا للقيادة قيادة قوة الإجلاء والإيواء. طبعا تقديم الموانع اللي تم طبعا اكتشافها بالنسبة للمخالفين إلى قوة الإجلاء والإيواء لتمهيدا لرفعها بالطرق القانونية المناسبة. وبالختام طبعا نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء والغمة وأن يحفظ الكويت من كل مكروه ويحفظ الشعب والمقيمين ونسأل الله أن يحفظنا وياكم من كل شر. يتمثل دور الشرطة النسائية في مراكز الإجلاء والإيواء بمساعدة رجال الأمن بتقديم العون اللازم لهم ومتابعة سير عمل مراكز الإيواء من حيث تأمين الحاجات الأساسية لهم وتوفير رعاية صحية لهم وتقديم المساعدة للحالات الخاصة إن وجدت ككبار السن والأطفال. ومن الجدير بالذكر أن عناصر الشرطة النسائية ساهمت بشكل مباشر ومؤثر في استقبال مخالفات قانون الإقامة في مراكز الإجلاء منذ بداية عملها بتنفيذ قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 288/2020 بشأن مخالفي قانون الإقامة ومنحهم فترة سماح المغادرة وتقديم بعض المميزات لهم. كما تقوم عناصر الشرطة النسائية بالمساهمة في نقل مخالفات الإقامة من مراكز الإيواء إلى مطار الكويت الدولي تمهيداً لمغادرتهم البلاد. بالنهاية ندعو جميع المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإرشادات والاشتراطات حتى تعدي هذه الأزمة على خير. تعد مراكز الإيواء مركزاً حيوياً ومنشأة متكاملة أدارتها وزارة الداخلية ونظمتها لضمان توفير كل سبل الراحة إضافة إلى جانب تأمين المكان لهم، ويأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني التي نشرت المتطوعين في هذه المراكز الموجودة في كل محافظات دولة الكويت والتي تستضيف العديد من مخالفي الإقامة الراغبين بتعديل أوضاعهم والعودة لديارهم. فيأتي دور الإدارة العامة للدفاع المدني والمتطوعين بتوزيع الأغذية والمشروبات والسلال الغذائية إضافة إلى تنظيم عملية الخروج إلى الساحات للتنزه داخل مقرات الإيواء وتنظيم عملية دخول المخالفين للمقرات وتوزيعهم على الغرف والأسرة المتوفرة في مقرات الإيواء. طبعا مرحلة التدريب والتأهيل المتطوعين بالوقت الحالي وفي بالنسبة لتطبيق الاشتراطات الصحية في جائحة كورونا، فالأمر اللي يستوجب التدريب والتأهيل عن بعد. فالإدارة العامة للدفاع المدني في شهر 3 كانت بدايتها تدريب في مسرح الدفاع المدني، المسرح يسع إلى 200، لكن الضوابط الصحية خلتنا نلجأ إلى تقليص هذا العدد إلى تقريبا ما يقارب 50 متدرب في سعة هذا الموقع، فكان التباعد مهم في مرحلة التأهيل. كذلك التدريب عن بعد، فقامت إدارة عامة الدفاع المدني في تقريبا نشر ما يقارب 10 محاضرات توعية وإرشاد ما يخص التعامل في المرحلة هذه أو ما بعد المرحلة كذلك، وكيفية متابعة هذه المحاضرات للاسترشاد فيها في التدريب
وتأهيل، والعامل النفسي اللي كان خاصة للصفوف الأولى، وكذلك العامل النفسي للتعامل مع الجمهور بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم متطوعة من الدفاع المدني إسراء الحميدي، مشرفة مركز إيواء مدرسة محمد الشايجي. إحنا كنا بنات كويتيات متطوعين من أجل الكويت، ربي يحفظ لنا الديرة والكويت ويعدي علينا الأزمة على خير. بداية شغلنا بلشنا شغلنا من 1/4 إلى الآن مستمرين، مستمرين بالعمل بدون ولا يوم أوف. أول شيء أول ماني طبعاً نحرص على ارتداء الكمامات والجلافزات، مقسمين حق عدة مهام، في منا ماسك مهام إدخال البيانات حق الجالية المخالفة، في منا يكون إسناد حق الشرطة النسائية في تنظيم الجاليات، في منا يكون ماسك قسم توزيع الوجبات حق الجاليات، وفي جزء ينظم رحلات الإجلاء. إحنا وايد فخورين في هذا العمل. دورنا في توزيع الوجبات إحنا مقسمين حق ثلاث زامات، في زام مسؤول عن وجبة الريوق، وفي زام مسؤول عن وجبة الغداء، وفي زام مسؤول عن وجبة العشاء. تنظيم الوجبات رح يكون كل صف على عدد الأعداد المخالفين داخل هذا الصف. تكون الوجبات طبعاً وقاية حرصاً عن التباعد الاجتماعي. الوجبات تكون في طاولات خارجية توضع على كل صف، وبعدها تستلم الجالية وجبتها في الأعداد. طبعاً تتكون وجبة فيها ريوق، فيها فاكهة، فيها الوجبة الرئيسية. في حال احتاج أي أمر صحي ننقل الجالية إلى المراكز الصحية عن طريق الاتصال على مراكز الإسعاف. السلام عليكم، معكم نادية الحمادي، متطوعة من الدفاع المدني. التحقت من أول الأزمة، تم فرزي بإيواء محمد الشايجي من 1/4 لليوم هذا. أنا متواجدة بمحمد الشايجي. دورنا كمتطوعين نقوم باستقبال الجالية المخالفة من الإجلاء، وتم فرزها إلى الفصول اللي إحنا نخصصها لهم. بعد ذلك يتم توزيع عليهم الوجبات والماء، ونشوف متطلباتهم باللي إحنا نقدر عليه نساعدهم فيه. إذا يا أمر سفرهم نفس الشيء، يتم استدعائهم إلى المسرح، ونوزع عليهم الجوازات ونوصلهم للباصات، وإن شاء الله يسافرون يكونوا رايحين ديارهم بالسلامة. في نقطة ثانية، إذا شكينا بحالة إن هي كانت حالة كورونا، يتم عزل الحالة هذه، يتم التنسيق مع الشرطة النسائية بالإضافة إلى وحدة الطوارئ الطبية لاستدعاء الإسعاف. بعدها يتم الاتصال بالفرق المساندة للدفاع المدني لتعقيم المكان، ويتم تعقيم المكان وتطهيره من اللي إحنا شاكين فيه. طبعاً أغلب الأحيان بالشهر مرة تقريباً إحنا نستدعي هذه الفرق أنها تعقم لنا المكان كله، يعني من أول الباب إلى الفصول داخل كلها، والحمد لله لحد الحين يعني محافظين على سلامة المتواجدين من الجاليات. يتم توزيع الجاليات اللي تكون متواجدة عندنا بالفصول على حسب حجم الفصل، فنحاول كثر ما نقدر إن ما نكدس عدد كبير داخل الفصل، على حسب الحجم نوزع الجاليات. دوامنا طبعا يكون من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الثانية من منتصف الليل، بالتعاون مع الشرطة النسائية وزارة الداخلية. نقوم بمساعدتهم بالأعمال اللي هم يطلبونها منا. بالنهاية أشكر الشعب الكويتي وكل مقيم على هذه الأرض، ونطلب منهم الالتزام، وأن الله يعدي الأزمة هذه على خير. طبعا
طبعا بالنسبة للأعمال الإنسانية ومراحل الحظر الكلي اللي تم تطبيقها قبل أسبوعين، والمرحلة هذه اللي هي تطبيق الحظر المناطقي على بعض المناطق، للأمانة لجنة الدفاع المدني كان هناك تنسيق مشترك وعمل مشترك ما بين الجهات المدنية منها وزارة التجارة ووزارة الشؤون اللي واللجان الخيرية والجمعيات الخيرية اللي ساهمت في توزيع السلال الغذائية والمواد الغذائية، كانت منظمة، والتنسيق ما بين القطاعات الأمنية، القوات الخاصة والأمن العام والدفاع المدني لوضع جدول زمني خاص فيها لتوزيع هذه المواد الغذائية. طبعا ما ننسى معنا شركة المطاحن اللي ساهمت للأمانة في التنسيق وتوزيع هذه المواد الغذائية وفق جدول زمني محدد. بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، تم تفعيل مركز الدفاع المدني لمنطقة حولي وميدان حولي من خلال تواصل مع الجهات المشاركة معنا، من خلال تفعيل وحدة الرعاية الصحية ووحدة الإمداد والإعاشة وجميع الجهات المشاركة معنا، وكذلك تم تسهيل والارتباط مع اللجان الخيرية لتسهيل وصولها، وكذلك تسهيل وصول السلال الغذائية أو المواد التموينية للناس المحتاجين والعمالة اللي وقفت شغلها من خلال تطويق المنطقة، وكذلك قامت الدفاع المدني بتوصيل أي مستلزمات، على سبيل المثال الأدوية بسبب تطويق المنطقة تم صعوبة وصول الأدوية، على سبيل المثال المستشفيات الكبيرة اللي خارج منطقة حولي تم أخذ الوصفات والتواصل مع الأشخاص المقدمين بلاغات لتوصيل أدويتهم من خلال إخواننا المتطوعين وأفراد الدفاع المدني وإخواننا متعاونين من وزارة الصحة جزاهم الله خير. قبل تطويق المنطقة حولي وميدان حولي تم التنسيق مع رئيس جمعية الروضة وحولي وكذلك الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات من خلال توفير الكمية الزائدة من الخبز مخزون من خلال المواد الغذائية الخبز، وكذلك مصنع شعيبة للغاز المسال من خلال توفير كميات أكثر تحسبا للضغط من خلال خوف الناس من التطويق وعزل المنطقة والطلب المتزايد على سلندرات الغاز أو الخبز، تم توفيرها بكميات كبيرة ولله الحمد ما دخلنا في مرحلة النقص في أي مواد غذائية أو مواد إعاشة أو مستلزمات الضرورية للحياة. كذلك نستلم بلاغات الناس المحتاجين للمواد أو مستلزمات الإعاشة أو المواد التموينية من خلال بلاغ عن طريق عمليات الوزارة إلى عمليات الدفاع المدني، ونتلقاها في مركز الدفاع المدني لمنطقة حولي وميدان حولي، ونقوم في استلام البلاغ وتوجيه أفراد مركز الدفاع المدني إلى عناوين الأشخاص من خلال التواصل وياهم قبل لا نطلع، ونتواعد وياه إلى وقت محدد ويتم توصيل له المستلزمات أو نواقص الحياة الضرورية له. منطقة حولي تمتاز في 6 فروع غير الجمعية الرئيسية، متوزع عليها جميع متطوعين الدفاع المدني، كذلك لتسهيل دخول الأشخاص اللي محتاجين للجمعية وتأمين وصولهم بطريقة سلسة ومؤمنة من خلال الكمامات وقياس الحرارة وترتيب طوابير الدخول من خلال الباركود، كذلك آلية توزيع سلندرات الغاز، تسهيل ومساعدة فرع الغاز إلى توفير الكمية المطلوبة للمنطقة وتسهيل وصول سلندرات الغاز والمواد الأساسية. كذلك تم التواصل مع مستوصف حولي، شاكرين لهم حسن تعاونهم لسهولة ووضع آلية لتوصيل الأدوية إلى سكان المنطقة، والأدوية الخارجية تكفلوا فيها إخواننا المتطوعين مع أفراد الدفاع المدني للمستشفيات الخارجية بسبب تطويق عدم خروجهم، فتم التواصل إلى خطة معينة لتوصيل الأدوية من المستشفيات الخارجية. كذلك إخواني سكان منطقة حولي وميدان حولي من خلال أي احتياج أنصحهم بالتواصل إلى رقم وزارة داخل الطوارئ 112 أو عمليات الدفاع المدني 1-804000-4000. من خلال مركز الدفاع المدني لمنطقة حولي وميدان حولي تم التواصل والتنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية من خلال قائد إسعاف محافظة حولي، وكذلك تم التواصل مع جهات أخرى لمساعدة
سكان المنطقة وتسهيل وصول أي مستلزمات أو متطلبات ضرورية للمنطقة. كذلك لا ننسى دور أخواننا المتطوعين في مساعدة ذوي احتياجات الخاصة وأخواننا المسنين من خلال مساعدتهم لتوصيلهم إلى أقرب مركز صحي أو وصول أي مستلزمات علاجية ضرورية، وشاكر لهم جهدهم وفزعتهم إيانا، الجهد اللي لا ينسى للإخوان المتطوعين. نشكر المواطنين والوافدين قاطنين سكان منطقة حولي وميدان حولي، ونرجو منهم الالتزام في اشتراطات الصحية حسب وزارة الصحة. كذلك الدفاع المدني لا يبخل عليكم في أي مساعدة أو أي احتياجات تنقصكم من خلال اتصال في 112 أو 1-80-4000-180-043-4 عميلات الدفاع المدني لتوفير أي مستلزمات لقاطنين المنطقة. كذلك أشكر اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفيرهم صالة لمركز الدفاع المدني منطقة حولي وميدان حولي. كذلك أشكر وزارة الصحة لتعاونها ويانا وتسهيلها آلية وصول الأدوية. كذلك أشكر جمعية الروضة وحولي لتوفيرها وتسهيلها وترتيبها لجميع مستلزمات ومواد الغذائية بشكل متوفر جدا بكميات كبيرة احتياطيا لوجود أي نقص، ولله الحمد لم يوجد أي نقص لله الحمد. أعزائي المشاهدين، متواجدين الآن برفقة إخواننا في الدفاع المدني وإخواننا المتطوعين في عملية توزيع الوجبات الغذائية حسب المحتاجين لها من خلال غرفة تقديمهم لطلب من غرفة العمليات 112. ومعنا الآن العقيد محمد. محمد العقيد محمد، تعرفنا الآن إحنا متواجدين الآن، شنو الدور اللي قاعد تسوونه الآن من خلال توزيعكم الوجبات الغذائية؟ حالياً إحنا في الموقع الميداني لأحد البلاغات، توصل لنا البلاغات، كذلك نوفر لهم السلال الغذائية من خلال البلاغ، نتلقى البلاغ وندقق عليه، بعدها يقومون إخواننا رجال الدفاع المدني وكذلك برفقة المتطوعين لتوصيل السلال الغذائية مثل ما تشوف أخوي ناصر. أحد الأشخاص المقدم بلاغ رسمي بعد تدقيق عليه من الأسر المحتاجة، وتم توفير له أحد السلال الغذائية والمواد التموينية. وطبعاً في العقيد محمد، في المواقع اللي إحنا نشوفها للجمعيات النفع العام وجمعية الهلال الأحمر في توزيع الوجبات هذه، وين تكون أماكنها في حولي؟ كذلك في توزيع اللي يكون كميات كبيرة من خلال توفير قوة من والتعاون مع القوات الخاصة ومديريات الأمن، وتوفير قوة في أحد الساحات أو أحد الأماكن في حولي يتم تحديدها من خلال الجهات الأمنية بالتعاون مع اللجان الخيرية، وتحديد مكان وتأمينه، ثم دعوة الناس لتوزيعها وتسهيل وصولهم المواد الغذائية أو السلال الغذائية من خلال الترتيب واصطفافهم من خلال إخواننا فرق الأمن وكذلك الدفاع المدني تعاونهم إياهم وإخواننا المتطوعين بعد. نعم، يعطيكم العافية العقيد محمد، جهود كبيرة قاعد تسوى، شكرا لك. أكبر I'm
الكويت مالها والله يعلي شأنها.